بسوي معاكم مرقوقة لذيذة، يلا خلكم معاي. استخدم حق المرقوقة عينة كيفكو اللي صورتها لكم ذاك اليوم. طبعا اللحم مفيوح جاهز، فحته ببهارات عدلة وبهارات مطحونة وبصل وثوم. اول شيء بحط بالجدر سمن، حط البصل بس تذبل البصلة شوية، انزل عليها الثوم. عندي هنا ثوم مبشور، ابدي بسم الله انزل اللحم. قلب اللحم مع البصل والثوم، بعدين أضيف فلفل حار وبضيف لومي، وبضيف الحين معجون الطماط. أحمس المعجون، هنا أحط الطماط المبشور، أقلب شوية وبعدين أضيف الخضرة، هذا البطاط والجزر والكوسة. أقلب شوية وأضيف ماي فوح اللحم، نصب ماي اللحم. ماي اللحم ما نفرط فيه لأن كل النكهة والطعام فيه. وأكمل ماي حار، هذا لأن الماي هذا مو كافي. بحط شوية بهار مشكل، بحط ملح لأن أنا ما ملحت اللحم. أضيف الحين الماي الحار، الحين بغطي جدري وبتركها تطبخ نص ساعة، بعدين نضيف العينة. الحين خلاص الخضرة عندي استوت، أبدي أنزل عينة المرقوق. طبعا ما ننزل كل الكمية مرة واحدة، ننزل كذي حبة حبة ونحرك، بعدين ننزل غيرهم، نحاول ما نكسرها. أنا خلصت باكيت كامل على جدري لأن بخليها تطبخ الحين نص ساعة، راح تشرب المرقة وإحنا ما نبيها ناشفة، فنكتفي بهذا القدر. أحط البيديان، أغطي الجدر وأخليه نص ساعة يطبخ لين يستوي العين. الحين نحرك شوي شوي علشان نقطع العينة ويصير شكلها مرقوقة أصلية. بضيف الكزبرة وبضيف شوية فلفل أحمر، بس الحين بعطيها 10 دقايق تطبخ كذي، بقول لها غطي الجدر علشان ينشف الماي، ونقدمها وبألف عافية. وبكذي أقدر أقول علينا وعلى عيونكم بألف عافية. مرقوقة لازم لبن بارد وبقلاص فل ثلج، مرقوقة وبيبسي ما يمشي الحال. هذا اللبن والخضرة والمرقوقة الدافية اللذيذة، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. يلا باي باي.